الرئيس الفرنسي ماكرون يزور مصر غدا ويبحث مع الرئيس السيسي على العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بين البلدين. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مطاردة مركبته في منطقة باب العمود بمدينة القدس. ترامب يوقع اتفاقا ينهي أطول إغلاق حكومي بالتاريخ الأمريكي ويهدد بتكرار الأزمة بعد 15 من فبراير القادم حال عدم التوصل لاتفاق بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك. لكم مشاهدينا الكرام ونرحب بحضراتكم في مستهل نشرة منتصف النهار من قناة النيل للأخبار. يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مصر غدا في زيارة تستمر 3 أيام لبحث تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات بين البلدين. تعد هذه الزيارة الأولى بالنسبة للرئيس الفرنسي منذ توليه مهام منصبه عام 2017 كرئيس لفرنسا. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إن القمة المرتقبة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وماكرون ينتظر أن تتناول جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين بهدف تعظيم الشراكة بينهما خاصة على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية. ويبحث الجانبان تعزيز التعاون بين كل من مصر وفرنسا والقارة الأفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الأفريقي من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثي. علاقات متميزة جمعت بين مصر وفرنسا على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، واكتسبت زخما منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة عام 2014. بلغ عدد الزيارات الرسمية بين البلدين أكثر من 20 زيارة على مستوى الرؤساء والوزراء وكبار المسؤولين منذ نوفمبر 2014، عكست جميعها تقاربا في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية وتعاونا مثمرا في مجال مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق الدائم في الملفات الإقليمية والدولية. كما شهدت السنوات القليلة الماضية المزيد من التعاون بين البلدين في المجال العسكري، حيث أمدت فرنسا مصر بالعديد من الأسلحة المتطورة مثل طائرات رافال وحاملات الطائرات من طراز ميسترال والفرقاتا فريم وأربع فرقاطات من طراز جوويند، بالإضافة إلى التعاون على المستوى المعلوماتي والتدريب. التبادل التجاري بين مصر وفرنسا شهد أيضا تحسنا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، وارتفعت قيمته إلى 2.1 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2018 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2017. وارتفعت الصادرات المصرية إلى فرنسا مسجلة 766.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2018، بينما بلغت قيمة واردات مصر من فرنسا 1.3 مليار دولار. تمثل مصر أول سوق لفرنسا بالشرق الأوسط، كما تحتل فرنسا المركز السادس في قائمة المستثمرين الأجانب في مصر، وتوجد نحو 160 شركة فرنسية تعمل في مصر وتوظف ما يقرب من 33 ألف شخص بحجم أعمال 4.5 مليار يورو موزعة على 473 مشروعاً. وقد ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل عدد من المشروعات في مصر بقيمة 2 مليار يورو، من أبرزها الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بتكلفة مالية بلغت 440 مليون يورو، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمساهمة في إنشاء محطة رياح خليج السويس. كما تميزت العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين بالخصوصية الكبيرة من خلال عضوية عدد من المنظمات الدولية تأتي على رأسها منظمة الفرانكفونية، وذلك فضلا عن ضخامة أعداد دارسي اللغة الفرنسية في مصر، فهناك أكثر من 2500 طالب في 13 شعبة فرنسية يدرسون داخل 5 جامعات بمصر. كما أن هناك 14 مدرسة في مصر تتبع المنهج الفرنسي، وعشرون ألف طالب يدرسون اللغة الفرنسية بالمعاهد الفرنسية بمصر.
تحتل فرنسا الصدارة في مجال الآثار المصرية، حيث توجد نحو 40 بعثة آثرية فرنسية بمصر، فضلا عن عدة مراكز بحثية فرنسية في علوم الآثار. كما تم إطلاق 2019 عاما لثقافة والسياحة المصرية الفرنسية، وذلك بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس. ومن المقرر أن يتضمن فعاليات سياحية وثقافية وفنية تبادلية للتعريف بما يربط البلدين من روابط ثقافية وتاريخية. عادت مصر مجددا إلى مقدمة المقاصد السياحية خلال عام 2018، وحققت السياحة الفرنسية الوافدة إلى مصر نموا بنسبة 86%، واحتلت فرنسا المركز الرابع في قائمة الدول الأوروبية الأكثر إفادا للسياحة إلى مصر خلال الأشهر الماضية. ويطمح المسؤولون في كل من البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية من خلال المزيد من التعاون المثمر البناء الذي يساهم في خدمة شعبي البلدين الصديقين. يفتتح اليوم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني مطار سفنكس الدولي بمحافظة الجيزة، وذلك بالتزامن مع احتفال جميع المطارات المصرية وشركة نصر للطيران بعيد الطيران المدني المصري 89 الذي يوافق يوم 26 من يناير من كل عام. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا من مطار سفنكس الدولي الجديد مراسل النيل محمد الخطيب. محمد، كيف تابعت افتتاح مطار سفنكس الدولي الجديد والأجواء التي صاحبت عملية الافتتاح؟ لا أنا بمنتج، أنا اللي رايح منتج يعني مش هوا يعني. لا لا ولا أنا هوا برجع أنا منتج دي. صحيح دكتور علي، تحياتي ليك وتحياتي لجميع مشاهدي النيل الأخبار. بالفعل تم اليوم افتتاح مطار سفنكس الدولي الذي يعتبر واحد من المطارات الجديدة هنا في القاهرة ليصبح الثالث في العاصمة، والذي يؤكد على استراتيجية وزارة الطيران المدني في النهوض أولا بقطاع السياحة والترويج للسياحة وضخ يعني دماء جديدة وضخ مشاريع قومية جديدة هنا في القاهرة. يعني خلينا ناخد تفاصيل أكتر من سيادة الفريق يونس المصري اللي برحب بيه على شاشة النيل الأخبار. برحب بيك يا فندم على شاشة النيل الأخبار، ودايما سيادتك مشرفنا. ولو تكلمنا النهاردة على افتتاح مطار سفنكس الدولي والدور اللي هيلعبه الفترة اللي جاية. طبعا انا بكمل المقدمه بتاعت حضرتك، انا بتفق معاك تماما ان شريان جديد ضخ في دماء اللي هو الاقتصاد المصري اللي هو مطار سفنكس، والنهارده بنقول البدايه عشان ابقى برضو امين وبتكلم بشكل اللي هو محدد اللي هو كانت البدايه امبارح، والنهارده ان احنا بنكمل. احنا كملنا النهارده بمناسبه عيد الطيران وعملنا الاحتفاليه بتاعتنا بعيد الطيران ان احنا بنفتتح التشغيلي بالنسبه لمطار سفنكس. وقد ايه انا وزمايلي سعداء جدا بالخطوه اللي خدناها. زي ما قلت وبقولها دايما، انا حضرت هنا وفي بقيه المطارات اللي هو في العاصمه والبردويل وبرنيس، ارض صحراء. لما اشوفها بالشكل اللي انتم شايفينه تماما دلوقتي، الشكل الحضاري الشكل المحترم اللي هو يدي رساله قد ايه ان شاء الله بكره هيبقى واعد، بكره واعد بالنسبه لسفنكس لموقعه العبقري، قد ايه ان هو هيبقى مؤثر تماما في الرواج السياحي بالنسبه لنا، هيبقى بيسهل كتير قوي للاستخدامات بالنسبه للسائح على مستوى العالم. ممكن يبقى الدي يوز او الطيران الشارتر للمنطقه السياحيه بمنطقه الهرم ومنطقه المتحف الكبير. وبالمناسبه دي انا بنوه مع حضراتكم ان شاء الله هيتم توسعات بالنسبه للسعه في صاله السفر وصاله الوصول، ان شاء الله تبقى 5 أضعاف اللي موجوده قبل افتتاح المتحف الكبير، بحيث ان نبقى قادرين ان احنا نواكب المطالب. لان برضو ده بنوه لحضراتكم ان المطالب كثيره بالنسبه لاستخدامات مطار سفنكس على مستوى العالم وعلى مستوى جميع الشركات العالميه والشركات الخاصه، واحنا هنفتح ده كله بمجرد اللي هو انتهاء اللي هو التشغيل التجريبي، بحيث ان
ندي اللي هو المسموحات والتسهيل لكل اللي هيشرفونا في بلدنا من جميع اللي هو القارات وعلى جميع الدول على مستوى العالم، ان الرساله تبقى ليهم تماما قد ايه ان احنا حريصين ان احنا نبقى موجودين في كل مكان في مصر، اللي هو يقدر ان هو يبقى بيقضي يومه، بيقدر ان هو يشوف المناطق السياحيه، بيقدر ان هو لو في عمل بالنسبه له. كمان ان انا بحب انوه كمان قد ايه ان احنا حريصين ان يبقى مع الجزء الاستثماري ان يبقى ان شاء الله في قريه بضائع هنا وناخد بيها اللي حوالين المنطقه هنا، وهم كتير بالنسبه لجزئيه الاستيراد والتصدير. واحنا خدنا خطوات في الاتفاق مع المستثمرين، وان شاء الله في الفتره اللي جايه كل ده هتشوفوه. احنا بنقول البدايه النهارده على قد ما هي البدايه قويه وحضاريه، لكن ان شاء الله المستقبل هيبقى احسن بكتير بكتير قوي، اجمل بكتير قوي ان شاء الله. الوزير، يعني مطار سفينكس قريب جدا من منطقه الاهرامات ومتحف مصر الكبير، ده من وجهه نظر سيادتك ازاي هيساهم في الترويج للسياحه؟ زي ما قلت حضرتك قد ايه الراكب اللي هو بيجي على جميع اللي هو الشركات الخاصه والشركات العالميه لما بينزل القاهره قد ايه بيتعب وبيعاني من اللي هو من مطار القاهره لغايه لما بيوصل المنطقه الاثريه ومنطقه المتحف الكبير. احنا المسافه بيننا وبين المتحف الكبير اقل من 15 دقيقه. ده هيسهل كتير جدا اللي هو كاجراءات امنيه وفي نفس الوقت كاجراءات اللي هو الاداريه والماليه، هتبقى بتسهيل كتير جدا اللي هو الاستخدام مطار سفنكس سواء داخلي اللي هو ممكن من الاقصر او اسوان او الغردقه او ابو سمبل او اي مكان في مصر، ان هو يقدر ان يجي يقضي اليوم الواحد وينزل بطيارته ويروح يزور المنطقه الاثريه والمنطقه السياحيه ومنطقه المتحف الكبير ويرجع تاني، او من جميع دول العالم. وانا قعدت مع سفراء كتير في خلال الفتره اللي فاتت وقد ايه هم مستنيين استخدام مطار سفنكس على اساس ان هو يجي شركاته ويبقى بينزل هنا للاستخدام اللي هو اليوم الواحد وبيرجع في نفس اليوم، وده هيسهل له كتير جدا. وده زي ما بقول لحضرتك قد ايه بيبقى بيعمل رواج لبلدنا وهينشط وبيسهل كتير لكل الركاب على مستوى العالم. السؤال الاخير يا فندم، انا عارف ان انا طولت على حضرتك وعارف ان في ميعاد طياره، الافتتاحات المطارات اللي جايه هتكون امتى وايه يا فندم؟ ان شاء الله العاصمه ان شاء الله احنا بنقول من ضمن مزايا مطار سفنكس ان هو بيقلل الضغط على مطار القاهرة الدولي. إن شاء الله في خلال الفترة اللي جاية نفتح العاصمة برضو عشان نقلل الضغط ويبقى في عندنا مطارين احتياطي لمطار القاهرة الدولي، ونبتدي على التوازي ناخد منها اللي هو التشغيل اللي هو يقلل الضغط ويقلل الحمل على القاهرة الدولي، وفي نفس الوقت اللي هو يساعد كاستخدامات مطار العاصمة نقدر اللي هو نستغله لشركات كتيرة حابة انها تبقى بتستخدم مطار العاصمة في تشغيل اللي هو اللي التجريبي. فان شاء الله ناويين في شهر 4 يبقى الافتتاح التجريبي بالنسبة له. ان شاء الله برضو على التوازي ان شاء الله يبقى مطار برنيس يمكن يتأخر شوية للنص الثاني من سنة 2019، وده امكانياته ضعف الامكانيات اللي انتم شايفينها حضراتكم وزمايلي بيروحوا دلوقتي كل اسبوع بيتابعوا مع الشركات المنفذه وقد ايه الانطباع رائع بالنسبه لمطار برنيس، مطار العاصمه الاداريه، مطار البردويل. برنيس والعاصمه ان شاء الله في خلال 2019 نفتتحهم تجريب ان شاء الله. الافتتاحات الرسميه بعد التنسيق مع رئاسه الجمهوريه ان شاء الله هيبقى افتتاح لكل المطارات، افتتاح رئاسي ان شاء الله. اللي بيتم دلوقتي فرحه كبيره قوي لينا، فرحه كبيره لي انا على مستوى الشخصي، الرساله واصله لكل العالم قد ايه العالم معانا لما بنفتتح مطار. العالم كله بيفرح معانا وشايف قد ايه ان مصر بتتغير. انا بقول للمصريين قد ايه مصر بتتغير، قد ايه احنا شايفين ده على الارض وعلى الواقع. تهنئتي لكل المصريين
زي ما قلت بمحور تنمية جديد، شريان جديد بيضخ في الاقتصاد المصري، شريان جديد لصالح الشعب المصري. إن شاء الله يبقى واعد ويبقى المنتظر بالنسبة له، يقدر نحققه مع بعض أنا وزمايلي في قطاع الطيران إن شاء الله. وإحنا بنهنيك يا فندم ودايما بالتوفيق، وشايفين إن مصر بتاخد خطوات كبيرة، وخصوصا وزارة الطيران المدني بتعمل شغل كبير وفي جهود كبيرة لتحسين الصورة الحضارية، إنها في الآخر أي سائح بيجي أو أي أجنبي بيجي بيكون الوجهة بتاعته الأولانية بتبقى مطار القاهرة. أنا بشكر سيادتك جدا يا فندم وبالتوفيق. كل سنة وانت طيب وتحياتي لك جميعا. شكرا. يعني دكتور علي كما تابعت معي كان هذا لقاء حصري مع وزير الطيران المدني، تحدث فيه على الكثير من جهود وزارة الطيران المدني والخطة المستقبلية وعدد من الافتتاحات للمطارات في الفترة المقبلة. نعم دكتور علي وعود لك. أشكرك شكرا جزيلا من مطار سفنكس الدولي الزميل محمد الخطيب. أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية عن أكثر من 2868 من الغارمين والغارمات بتمويل من صندوق تحيا مصر وبالتعاون مع منظمات مدنية بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير. الإنسانية في أبهى صورها تتجلى هنا عندما يلتقي الغارمون والغارمات المفرج عنهم بذويهم بعد أن سد الدين بواسطة صندوق تحيا مصر في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لسجون بلا غارمين أو غارمات. دموع تتساقط لحظة اللقاء بعد أن ظن الجميع أن الفراق قد يطول، لكنه جاء سريعا بهذه المبادرة. 2868 من نزلاء السجون من الغارمين والغارمات أفرج عنهم في احتفالية أقامها قطاع السجون بهذه المناسبة. النهاردة والله مش قادر يعني أتكلم، أنا بشكر سيادة الرئيس، مش هوصف لك فرحتي إن أنا اتقابلت مع والدتي. بشكر سيادة الرئيس طبعا، وبشكر تحيا مصر، وبشكر كل الناس اللي ساعدتنا الحمد لله. 4 سنين قعدت منهم شهر، وربنا أكرمني بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي انه طلب انه لا يبقى فيه غارمه ولا غارمه في السجون، والحمد لله ربنا اكرمه وتحيا مصر. اضافه الى هذا العدد من المفرج عنهم من الغارمين والغارمات، تم الافراج بالعفو عن 4063 نزيل تنفيذا لقرار رئيس الجمهوريه رقم 52 لسنه 2019 في شان العفو عن باقي العقوبه لبعض المحكوم عليهم بمناسبه الاحتفال بعيد الشرطه وثوره يناير، ليبلغ اجمالي المستفيدين من العفو الرئاسي ومبادره سجون بلا غارمين وغارمات 6931 نزيل. أنا كنت واخد سنة وطلعت على شهرين، وصندوق تحيا مصر سد لي برعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كتر ألف خيركم جميعا. نشكر الرئيس ونشكر كل اللي ساعدنا يا رب. أقول ربنا يخلي السيسي ويخلي رجالتنا كويسة. الحمد لله دفعنا المبلغ يعني. عفو وإفراج أسلج الصدور وأدخل السرور في نفوس المفرج عنهم بعد أن عادوا إلى أحضان ذويهم مرة أخرى. مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسجون بلا غارمين ولا غارمات هي مبادرة إنسانية بالدرجة الأولى، تعكس مدى الاهتمام بالإنسان المصري، وها هي ترسم الفرحة والبهجة على وجوه المفرج عنهم الذين يلتقون بذويهم بعد غياب في غياهب السجون. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. يواصل اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي فتح أبوابه للجمهور بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير القادم. وكشف إسلام بيومي مدير المعارض بالهيئة أن أجنحة المعرض تشهد هذا العام إقبالا كبيرا، حيث يقدم المعرض إصدارات متنوعة من قبل الناشرين وقطاعات وزارة الثقافة بتخفيضات تصل إلى 50% إضافة إلى تقديم خدمات ترفيهية. استشهد اليوم شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مطاردة مركبته في منطقة باب العمود بمدينة القدس بزعم حماية أفراد الشرطة المتواجدة في المكان. وكان فلسطينيان قد استشهدا أمس في بلدة سلوان بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة إثر إصابتهما برصاص أطلقه جنود الاحتلال المتمركزون داخل أحد الأبراج العسكرية المقامة بالقرب من قرية عين يبرد.
كما أصيب العشرات إثر قيام جنود الاحتلال بإطلاق أعيرة نارية على مواطنين كانوا يشاركون في أعمال وفعاليات الجمعة 44 لمسيرات العودة الكبرى. انتقد المبعوث الأمريكي السابق إلى الشرق الأوسط دينيس روس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بسحب القوات الأمريكية من سوريا، وعلى الرغم من تعهد الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي بسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي ترامب خطة لإبقاء بعض جنودها في قاعدة التنف العسكرية، وهي قاعدة عسكرية نائية تابعة لها تقع في جنوب سوريا وتأسست للمساعدة في محاربة مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي. يشار إلى أن إعلان أمريكا سحب قواتها من سوريا شكل صدمة للأكراد الذين أعربوا عن خشيتهم من أن يسمح هذا القرار لتركيا بتنفيذ تهديداتها بشن هجوم ضد قوات سوريا الديمقراطية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق الدكتور صابر فلحوط مدير المركز العربي للدراسات الإعلامية. دكتور، في أي إطار تضع انتقاد دينيس روس لقرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا؟ أعتقد هذا الانتقاد سابق لأوانه، لأن ترامب إلى الآن لم يسحب قواته، وعندما يسحب قواته لا يكون قد مارس التكرم على سوريا، وإنما هو يعلم أنه إذا استمر وجود هذه القوات على الأرض السورية سوف تعامل كما عملت هذه القوات في العراق بعد احتلالها لهذا البلد عام 2003. فعندما تنسحب القوات الأمريكية يمكن أن يكون هناك حديث آخر، لكن القوات الأمريكية ربما بقيت حتى يقوم الجيش العربي السوري والمقاومة السورية ومحور المقاومة في اعتبارها وممارسة العمل والفعل الميداني لطردها من سوريا كما طردت من أكثر من مكان في هذا العالم. إذن حضرتك تعتقد أن هذا الانتقاد لا تأثير له على الواقع، خاصة أنه ترامب وجه بانتقادات كثيرة لهذا القرار؟ يبدو أن الثور الأمريكي الذي وصفه المرحوم حسين الهيكل أنه لا يناطح ربما نسي هذه القاعدة، وربما وجد من يزعجون هذا الثور في المنطقة إذا ما استمر التواجد الأمريكي على هذا الجزء من الأراضي العربية السورية. طيب دكتور صابر، يعني الرئيس ترامب كان يريد سحب القوات والانتقادات جعلته يتلكأ أو يعني تحاول أن زعزع، حضرتك كيف ترى الصورة؟ هل ستخرج القوات الأمريكية وهي بالمناسبة كما تعلم حضرتك أعداد ليست كبيرة، أعداد رمزية، هل تنسحب أم تبقى؟ يقيني أن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا. نعم، ولم تنسحب بقرار منها فتنسحب بإرادة الشعب العربي السوري. نعم، وأن هذه اللعبة التي قام بها ترامب واقتناص أو اختطاف جزء من الشعب في سوريا وهم الأشقاء الأكراد الذين حلموا بأن يحقق لهم شيئا من أحلامهم الشيطانية الآن يعيدون حساباتهم، والآن ستتم قريبا المحاورة بينه وبين أشقائهم السوري وهم سوريون أصلا، أما من جاء وهو غير سوري من الأكراد فله حساب وموقف وتعامل آخر، وأنا على يقين من أن الأكثرية من الأخوة الأكراد يدركون أنه ليس لهم حزن ولا هوية ولا تواجد إلا في الأرض السورية وفي حزن الدولة السورية. أشكرك شكرا جزيلا من دمشق عبر الهاتف الدكتور صابر فلحوط مدير المركز العربي للدراسات الإعلامية. قصفت القوات التركية لليوم الثالث على التوالي مواقع خاضعة لسيطرة ميليشيا سوريا الديمقراطية في منطقة تل رفعت شمال سوريا.
في غضون ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتوقع من الحلفاء المساعدة في إقامة منطقة آمنة في سوريا على الحدود مع تركيا في غضون بضعة أشهر، وإلا ستضطر لإقامتها بمفردها. صبرنا له حدود، لن ننتظر للأبد للوفاء بوعود قطعت لنا. نتوقع الوفاء بوعد إقامة منطقة آمنة ومنطقة عازلة خلال بضع شهور لضمان حماية بلادنا من الإرهابيين بدلا من حماية الإرهابيين على حدود بلادنا، وإلا سنقيم هذه المنطقة الآمنة أو المنطقة العازلة بأنفسنا. قال ممثل عن مجلس ميليشيا سوريا الديمقراطية إن هدف زيارة الوفد الكردي للولايات المتحدة هو بحث مستقبل شمال وشرق سوريا، مشيرا لوجود مباحثات مستمرة بين قوى كردية مع دمشق للوصول لاتفاق يجنب المناطق الشمالية هجوما محتملا لأنقرة. وكان القائد العام لميليشيا سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني قد أعلن أن الوجود العسكري لتنظيم داعش الإرهابي سينتهي خلال شهر كحد أقصى. سوف ينتهي الوجود العسكري لداعش خلال شهر كحد أقصى، تصريح قوي أطلقه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني. كوباني أكد أن قوات سوريا الديمقراطية سوف تعلن خلال الشهر القادم وبشكل رسمي انتهاء الوجود العسكري لتنظيم داعش الإرهابي، موضحا أن القوات ستتمكن خلال هذه الفترة من الوصول إلى الحدود العراقية وتطهيرها من الألغام بل وملاحقة الخلايا التي تختبئ بها. خاضت قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من قوات التحالف الدولي معارك كبرى ضد تنظيم داعش الإرهابي، ونجحت في طرد عناصره من مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا. وقد شنت قوات سوريا الديمقراطية هجوما واسعا في سبتمبر الماضي للقضاء على مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في آخر جيب لهم، وواجهت مقاومة شرسة في البداية، لكنها تقدمت الشهر الماضي عندما سيطرت على بلدة هجين المعقل الحضري الرئيسي للتنظيم في المنطقة. ولم يعد يفصل قوات سوريا الديمقراطية عن السيطرة على منطقة شرق نهر الفرات بأكملها إلا شريط بطول 7 كيلومترات. هذا وقد انهارت مقاومة ما يقدر ببضعة آلاف من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعد أسابيع من القصف الجوي على المنطقة، والذي دمر الكثير من القرى والبلدات التي كانت تحت سيطرتهم على ضفة نهر الفرات. حررت قوات الجيش اليمني مواقع جديدة بمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية أسفرت عن مقتل 15 حوثية وإصابة العشرات. يأتي ذلك بينما أفادت وكالة الأنباء اليمنية بارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية 745 خرقا في محافظة لحديدة منذ سريان الهدنة في 18 من ديسمبر الماضي، وقد أسفرت عن مقتل 51 مواطنا وإصابة 370 آخرين، بينما قصفت ميليشيا الحوثي مطاحن وصوامع بالبحر الأحمر بمدينة لحديدة، ما أسفر عن احتراق مخزون القمح به بالكامل. تواصل الميليشيات الحوثية تعنتها بخرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة مع استهدافها الممتلكات العامة والخاصة والأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف، مخلفة دمارا واسعا بالبنى التحتية والمساكن العامة وموقعة ضحايا وسط المدنيين بالمئات. الميليشيات الانقلابية قصفت مطاحن وصوامع البحر الأحمر بمدينة الحديدة، ما أسفر عن احتراق مخزون القمح به بالكامل وتضرر مواقع أخرى من الصوامع، مخلفة أضرارا مادية بالغة فيها. استهداف الميليشيات للمطاحن يهدف إلى منع زيارة كانت مقررة لهيئة الأمم المتحدة لها وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي في إطار تعنت وفد الحوثي في اللجنة المشتركة ورفضه فتح طرق آمنة وإزالة الألغام لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية. في السياق ذاته
اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالزج بنحو 1000 طفل مقاتل في معركة الحديدة من الجهة الشمالية خلال الأيام القليلة الماضية. في غضون ذلك قتل 7 من النازحين وأصيب نحو 20 آخرين في قصف حوثي لمخيم النازحين بمديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة شمال غرب اليمن. كانت قبائل يمنية قد دعت أمس أبناء حجة للتصدي بحزم للتصعيد الحوثي شمال شرق المحافظة، وذلك عقب مقتل 21 مسلحا من الطرفين وإصابة العشرات. معنا عبر الهاتف من القاهرة سيد جمال براس، رئيس تحرير موقع اليمن العربي. سيد براس، كيف تتابع تطورات الوضع الميداني في ظل تواصل خرق الهدنة بالحديدة؟ بالطبع تواصل الهدنة في تواصل خرق الهدنة والفشل في الوصول إلى اتفاق لإخراج المسلحين من مدينة الحديدة وفق الياس الحلم يؤدي إلى فشل في المفاوضات وفشل في أمل اليمنيين جميعا في الوصول إلى سلام. هذا من جانب. من جانب آخر، المؤشر التصعيدي الجديد هو مؤشر خطير، لأن الآن الحوثيين يحاولون أن يسيطرون على مناطق على الشريط الساحلي في محافظة حجة، وتصدى لهم القبائل المعلن هي أنها مواجهات قبلية، ولكن الحقيقة هي محاولة من قبل الحوثيين للوصول إلى مناطق قريبة من الحدود السعودية من أجل إعادة ما كان موجودا في الوقت السابق، نصب منصات صاروخية لاستهداف المملكة، على اعتبار أن كل ما تم الاتفاق عليه في استوكهولم وكل المؤشرات التي من الممكن أن توصل إلى سلام، الجناح الحوثي المتشدد هو الذي يفشلها. والآن الوضع الآن في الصورة الحالية هو وضع يرجح ويؤيد الافتراضية الموجودة بأنهم سيعيدوا نصب منصات صاروخية لإطلاق الصواريخ البالستية على مدن في المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا مؤشر إفشال جهود السلام التي تجريها الأمم المتحدة ويجريها المجتمع الدولي. وأعتقد أنه اليوم هو موقف لابد من القيام بعملية واسعة لدعم القبائل التي تواجه الحوثيين من جانب، ومن جانب آخر لابد من الحذر أن يتم تنفيذ ووصول الحوثيين إلى هذه المناطق، لأنه سيتم بالفعل إعادة إطلاق السلام. أشكرك شكرا جزيلا عبر الهاتف من القاهرة السيد جمال براس، رئيس تحرير موقع اليمن العربي. وهذه عودة إلى الشأن المصري، حيث واصل معرض القاهرة للكتاب استقبال الرواد له، حيث كشف إسلام بيومي مدير المعارض بالهيئة أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين هذا العام. والمزيد من المتابعة معنا الزميلة ندى إبراهيم مراسلة النيل لكي توضح لنا الصورة بشكل أفضل من داخل المعرض. ندى، كيف ترصدين مدى إقبال المواطنين على دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ نعم، أرحب بك دكتور علي وأرحب بسادة المشاهدين هنا من مركز مصر للمعارض الدولية بتجمع 55 الجديد الذي انطلقت فيه فعاليات الدورة 50 لمعرض القاهرة الدولية للكتاب الذي فيها السيد الرئيس عبد العزيز. هذا العام يشهد إقبال كثيف من قبل سواء الرواد أو الزائرين وأيضا الدول المشاركة، نتحدث عن أكثر من 35 دولة تشارك هذا العام، سواء دول عربية أو إفريقية أو أوروبية، وأيضا هناك دول تشارك لأول مرة في معرض الكتاب. أيضا نتحدث عن أكثر من 500 دار نشر مختلفة متواجدة هذا العام. بالطبع جماعة الدول العربية هي ضيف الشرف هذه الدورة. أيضا هذا العام نشهد برنامج متميز وحافل بالفعاليات، سواء كانت ورش عمل أو عروض فنية أو معارض أيضا فنية على هامش هذه الدورة. وللمزيد عن انطباعات هذا المعرض معي الآن أحد الرواد هذا المعرض من الشباب، يعني ماذا يعني انطباعاتكم عن هذه الدورة المختلف هذا العام، ولماذا حرصتوا لزيارة هذه الدورة 50 لمعرض الشباب؟ والله المعرض السنة دي. ندى إبراهيم أشكرك شكرا جزيلا.
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع اتفاقا ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، إلا أنه هدد بالعودة إلى الأزمة نفسها بعد 15 فبراير القادم حال عدم التوصل إلى اتفاق في شأن الجدار الحدودي مع المكسيك. وكان مجلس النواب قد وافق بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية، وأعطى الكونغرس وترامب 3 أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود. بعد أكثر من شهر من الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع اتفاق تمويل مؤقت حول الموازنة حتى 15 فبراير المقبل. رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل قال إنه تم إقرار الاتفاق المؤقت لصالح الموظفين الفيدراليين الذين لم يتلقوا راتبهم منذ 35 يوما. على مدار أسابيع ظللت أقول إنني لن أسمح بأن يكون مجلس الشيوخ مسرحا لاستعراض الأصوات والرسائل من الجانبين. لن نصوت إلا على خطة قد تنال فرصة حقيقية كي يوقعها الرئيس ومن ثم تتحول إلى قانون. لذا سعدت لسماع إعلان الرئيس أنه تمكن هو ورفاقه الديمقراطيين من التوصل لاتفاق سيعيد على الفور فتح المنشآت الحكومية مع فتح نافذة تفاوض على مشروع لتمويل وزارة الأمن الداخلي. وفي أول رد فعل له على هذا الإعلان، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقية عادلة مع الكونغرس في 15 فبراير المقبل، فسيكون أمامه خياران: إما أن تستمر الحكومة في الإغلاق، أو أن يستخدم السلطات الممنوحة له بموجب الدستور الأمريكي لمعالجة هذه القضية. أعتقد أن لدينا فرصة جيدة، سوف نعمل مع الديمقراطيين، وإذا لم نتمكن فسنتوجه وقتها إلى إعلان الطوارئ، لأن الأمر يتعلق بالأمن القومي وهم على قدر كاف من الوعي بهذا الأمر. إنها حالة طوارئ إنسانية وسوف نعتني جيدا بأمن حدودنا. الديمقراطيون من جانبهم ما زالوا يعارضون فكرة بناء جدار حدودي مع المكسيك، ويعتبرونه لا أخلاقي وغير فعال، ويقترحون تمويل إجراءات أخرى للمراقبة والأمن على الحدود، وخاصة عند نقاط الدخول. في المقابل يتمسك ترامب بقضية التوقيع على قانون موازنة لا يتضمن مبلغ 5.7 مليار دولار كتمويل لبناء الجدار الحدودي، أحد أبرز وعوده الانتخابية، وهو ما نتجت عنه أزمة الإغلاق الحكومي التي تضرر من ورائها أكثر من 800,000 موظف فيدرالي. نشرتنا متواصلة معكم، ونتابع فيها بعد أخبار الاقتصاد. مقتل قياديين من تنظيم داعش وحركة طالبان خلال غارات أمريكية على شرق وجنوب أفغانستان. الرئيس الفرنسي ماكرون يزور مصر غدا الأحد، ويبحث مع رئيس السيسي العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مطاردة مركبته في منطقة باب العمود بمدينة القدس. ترامب يوقع اتفاقا ينهي أطول إغلاق حكومي بالتاريخ الأمريكي، ويهدد بتكرار الأزمة بعد 15 فبراير القادم حال عدم التوصل لاتفاق بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك. فاصل قصير وتأتي لحضراتكم النشرة الاقتصادية والزميل محمد سليمان.
أهلا بحضراتكم. أخبار اقتصادية في بانوراما منتصف اليوم وأبرز ما فيها. المولى يؤكد ارتفاع انتاج مصر من الغاز لثمانية مليارات قدم مكعب يوميا بحلول العام المالي المقبل. أهلا بحضراتكم. قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل إلى ما يقرب من 8 مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال العام المالي 2019-2020، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة مشروعات تنمية حقول الغاز خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذه الكميات غير المسبوقة نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسي والاقتصاد الذي تشهده مصر. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2019-2020. أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد بدأ تسليم الوحدات السكنية بمحور الإسكان الاجتماعي الحر للحاجزين والراغبين في سداد ثمن الوحدة بنظام التقسيط على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 36 شهرا طبقا لكراسة الشروط. وأوضح بيان لوزارة الإسكان أنه سبق الإعلان عن استمرار فتح باب حجز الوحدات السكنية بمحور الإسكان الاجتماعي الحر وإتاحة شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المصري المميكن دون التقيد بأي شروط لبرنامج الإسكان الاجتماعي. قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن إجمالي مضبوطات التفتيش على اللحوم خلال الفترة من 30 من نوفمبر 2018 وحتى أمس الجمعة بلغ 106 أطنان و485 كيلوغرام أسماك مجمدة ودواجن ولحوم بلدي بقري وضأن ولحوم مجمدة وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم وأحشاء ودهون في 22 محافظة. وأضافت محرز أنه تم تحرير 1306 محاضر في حملات التفتيش على اللحوم خلال شهر ديسمبر. أجرى وزير النقل شام عرفات جولة تفقدية بمحطة المرج الجديدة وازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة، وذلك لمتابعة التشطيبات النهائية للمحطة والانتهاء من أعمال الازدواج بين المحطتين. وخلال جولته التفقدية أكد الوزير أن تطوير هذه المحطة وازدواج المسافة الذي تكلف نحو 600 مليون جنيه سيؤدي إلى تخفيض زمن التقاطر من 12 دقيقة إلى 3 دقائق ونصف بين المحطتين، فضلا عن الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة. انخفضت أسعار الشحن على سفن الصب الجاف والحاويات والتي تنقل معظم المواد الخام والسلع التامة الصنع في العالم على مدى 6 أشهر الأخيرة، وذلك في أحدث مؤشر على أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بشدة. وانخفض مؤشر البلطيق الجاف وهو مقياس لتكاليف نقل مواد مثل خام الحديد والفحم بنسبة 47% منذ منتصف 2018 حين تسبب نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين في أن يفرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما تجارية على واردات كل منهما. كما هبط مؤشر هاربكس للشحن والذي يرصد أسعار شحن الحاويات بنسبة 30% منذ يونيو 2018، ويتزامن انخفاض الأسعار مع بيانات تصنيع ضعيفة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. تأتي أخبارنا الاقتصادية واستكمال البانوراما مع الدكتور علي مبارك بعد الفصل. يواصل محتج السترات الصفراء تظاهرهم للسبت 11 على التوالي في تصميم على مواصلة تحركهم رغم الانقسامات. وأطلق المحتجون دعوات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى المشاركة في سلاسل بشرية في عدة مناطق، كما دعوا إلى المشاركة بعد ذلك في مظاهرات ليلية في ساحة الجمهورية بباريس ومناطق أخرى. جاء ذلك بعد 10 أيام على بدء نقاش وطني واسع يهدف إلى تسوية هذه الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة.
أفادت مصادر أفغانية بمقتل 4 مدنيين وإصابة 20 آخرين في انفجار بملعب لكرة الطائرة في إقليم بغلان شمال البلاد دون أن تعلن جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن. تزامنا قتل قياديان في تنظيم داعش وحركة طالبان في غارات أمريكية على مواقع لهما في إقليمي نينجرهار وهلمند شرق وجنوب أفغانستان. وفي السياق ذاته أعلنت مصادر عسكرية أفغانية مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار قنبلة في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان. فاصل قصير وتلتقون مع النشرة الرياضية والزميلة آلاء حامد. وختاما لهذه التغطية الإخبارية الشاملة هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الفرنسي ماكرون يزور مصر غدا الأحد ويبحث مع الرئيس السيسي العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بين البلدين. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مطاردة مركبته في منطقة باب العمود بالقدس. ترامب يوقع اتفاقا ينهي أطول إغلاق حكومي بالتاريخ الأمريكي ويهدد بتكرار الأزمة بعد 15 فبراير القادم حال عدم التوصل لاتفاق بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك. نهاية هذه التغطية الشاملة، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.